افتتحت الأسواق المالية الأوروبية تعاملاتها هذا الثلاثاء على انخفاض طفيف في بورصة لندن وفرانكفورت بلغ نصف نقطة مئوية تقريبا، فيما سجلت بورصة ميلانو ومدريد وباريس من جهتها ارتفاعا لم يتجاوز 1%. تعاملات البورصات الآسيوية سجلت من جانبها انخفاضا حادا هذا الثلاثاء بلغ 5.6% في بورصة هونغ كونغ، فيما هبطت بورصة طوكيو بأكثر من 4%. هذا التراجع يأتي إثر حالة الهلع التي أصابت الأسواق المالية العالمية الاثنين بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية.